يا لهوي يا لهوي الحاني، انا اتسرقت البوك فيه 1000 روس يا كرومبو. ازيك؟ النهارده ايه اللي حصل لك؟ احكي لي. انا ماشيه كده والبوك راح اتسرق مني فيه 1000 ونص. طيب تعرفي مين اللي عمل كده؟ انا شاكه في حد من اللي قاعدين دول. التلاته دول؟ اه التلاته دول. اه طيب استاذن اول واحده، تعالي اتفضلي احكي لنا ايه اللي حصل. هي اتسرقت ازاي؟ حاجة خالص، انا معرفش حاجة. طيب انتي كنت قاعدة وقت الجريمة؟ لا لا لا، مكنتش قاعدة خالص، محصلش. طيب وسألنا رقم 2 اماني، قالت انا مكنتش موجودة، ما شفتش حاجة. يعني انتي ما كنتيش موجودة برضو؟ لا ما شفتش حاجة. وسألنا زيزو، قال انا كنت ماشي لقيت الست دي بتصوت، معرفش ايه بتقول، بوك احمر، هو ما كانش احمر كان ازرق، بس مشيت قلت لها الله يا ربنا ما يعطرك فيه، بس انا معرفش هو راح فين. انا عرفت مين اللي سرق البوك، لو انت كمان عرفت قول لنا. 1 نورهان المجنونة، 2 اماني الشعنونة، 3 زيزو اللذيذ. ولو انت جاوبت صح ابقى قول لنا، وابقوا قابلوني في الحلقه اللي جايه. مع تحيات المفتش كرومبو.